مساء الخير على كل مشاهدين، اهلا بكم معانا وحلقه جديده وهنا مع سبيرو. هكون مع حضراتكم في الجزء الاول من الحلقه واهم واخر الاخبار. اول خبر معانا، الرئيس السيسي يوجه بسرعه الانتهاء من كافه الاعمال في شبكه الطرق بالدلتا. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي امس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير ومجموعه من القائمين على منظومه النقل في مصر، واستعرض الفريق كامل الوزير جهود تطوير منظومه السكه الحديد على مستوى الجمهوريه بمختلف جوانبها. طبعا النهارده العالم كله بيشهد مراسم جنازه ملكه انجلترا الراحله اليزابيث الثانيه، ومن المنطلق ده غادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مطار القاهره صباح اليوم متوجها للعاصمه البريطانيه لندن للمشاركه نيابه عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه في مراسم جنازه الملكه اليزابيث الثانيه وتقديم واجب العزاء الى حكومه المملكه المتحده. ده كان تاني خبر معانا. طبعا الأخبار الجميلة، طبعا احنا عارفين ان مصر هي قلب القارة الأفريقية واحنا بنسعى لتحسين العلاقات دايما، وفي الحقيقة ده اللي أكد عليه أو دايما بيسعى عليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو نجح في ده يعني الحمد لله، وده بشهادة الجميع. من المنطلق ده بقى بمشاركة 52 دولة، الإسكان تعلن فعاليات مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة. أعلن الدكتور حسام رزا رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل فعاليات مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة في دورته 13 والمقرر عقده خلال الفترة من 17 ل 20 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، واللي بتستضيفه مصر للمرة الأولى بمشاركة نحو 52 دولة إفريقية تزامنا مع عقد المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني. عشان نتعرف أكثر على الخبر ده معايا على الهاتف الأستاذ مصطفى الهواري الكاتب الصحفي المتخصص في الإسكان. استاذ مصطفى مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. ولو احنا بنتكلم على اهميه استضافه المكتب الاقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقه شمال افريقيا بالقاهره وتنظيمه لهذا المؤتمر. يمكن في البدايه احب اوضح لحضرتك ان مصر بتتسلم رئاسه المجلس الدولي لاول مره للتعاونيات الافارقه، ده لاول مره في الدوره ال13. ايوه، يمكن بيدل على دور استعاده مصر لدورها الريادي في مجال الاسكان مره اخرى. ايوه، في خلال يعني 52 مؤتمر اتعملوا ده اول مره يحصل. هو اهتمام سياسي من سياده الرئيس في البدايه، وطبعا بقى نقول برضو ان ده باهتمام الدوله بالاسكان سواء في مصر، فخلى في ثقه من الافارقه في هذا المجال. بالظبط كده، يعني هو المؤتمر يعتبر فرصه كبيره جدا لعرض المشروعات الاخيره اللي مصر قدمتها في الفترات الاخيره بتواكب التطور. يعني الدول الافريقيه ابتدت مصر تستعيد دورها الرائد في وسطهم. الرئيس بيوجه بالاهتمام الكبير جدا بالمشروعات دي، بيوجه اكتر بعرض دور مصر في المدن الجديده. الموضوع مش هيقتصر على ان الدول تتفقد العاصمه الاداريه فقط، هيكون في جوله في المدن الجديده قبل المؤتمر لكافه الوفود المشاركه. ايوه، بحيث يكون في عرض لمصر وكل المشروعات اللي تمت. من جانب اخر الشركات المصريه اللي عملت المشروعات دي هيتعرض، وهيبقى في معرض متخصص لعرض كافه المشروعات اللي قامت بها الشركات المصريه بحيث ان احنا نسوق نفسنا بره. أيوة، الشركات المصريه بقى ليها دور اكتر نعمق جذورنا مع افريقيا بشكل عام، سواء في مجال الاسكان لاستعاده دورنا مره اخرى. طب ده حضرتك بتتكلم على المشروعات في مصر اللي احنا بنقول فعلا احنا هنستعرضها وده شيء جميل، ولكن كمان لازم احنا بيبقى في علينا هوم ورك او في الاول في واجب كده لازم بنعمله، احنا بنشوف الدول دي محتاجه ايه وايه المشروعات اللي ممكن مصر تقدمها لها وهتاخد عماله كبيره من عندنا وهيبقى لها تكلفه لا باس بها. هل نقدر نقول ان احنا بدانا في ده؟ المكاتب الاستشاريه الكبيره في مصر بدات في ده؟ هو بالفعل بدأت في ده، يمكن في شركات كبيرة عندنا اتجهت فعلا للدول الأفريقية بتوجيه ودعم من القيادة السياسية. أيوه، عشان نبتدي ننمي الدول الأفريقية، يبقى الدور مش محصور عندنا هنا في مصر بس، الشركات المصرية هتستثمر هناك، ده هيعود بجانب نفع، يعني النفع هيعود على مصر من كافة المجالات، مش مجال استثماري بس أو عقاري فقط. أيوه، إن مصر يبقى موجود، إحنا موجودين، إحنا لسه بنقود الدول الأفريقية. لسه مصر هي رمانة الميزان بالنسبة لكافة المجالات في الدولة الأفريقية أو في المنطقة بشكل عام. هل نقدر نقول إن في مجالات في البناء مصر متخصصة فيها أكتر من أي دولة أفريقية أخرى؟ بناء مثلا مقرات سكنية، مدارس، مستشفيات، سدود؟ السدود إحنا أوريدي عملنا في عدد من الدول بعض. أي، السدود شاركنا فيها،
يمكن بدون يعني شركة المقاولين العرب بشكل عام، شركات كبيرة جدا في مصر عملت سدود، في كباري، في محاور طرق جديدة للتنمية الأفريقية اللي جاية مصر مشاركة فيها بنسبة كبيرة جدا. بشكل عام يعني مصر ما تخصصتش في إنشاءات وحدات سكنية فقط أو كباري أو محاور أو أيا كان نوع البناء اللي مصر بتتجه ليه، لا هو بشكل عام مصر مشاركة في كل المشروعات. هل نقول ان مصر ممكن تشارك بقطاع عام وخاص؟ يعني برضو بنفتح المجال للقطاع الخاص ان هو يقدر يشارك ويبعت مهندسين، يبقى فيه مشروعات متبادلة؟ بالفعل زي ما قلت لحضرتك، هو فعلا في شركات مصرية سواء من قطاع خاص وقطاع عام كله في شراكة بينهم، وفي تنسيق جدا بين كافة الوزارات والهيئات في مصر عشان ننفذ المشروعات. يعني يمكن في دول بدون يعني بعض الدول من المشاركين بالفعل احنا ابتدينا معاهم في المجالات في بعض المشروعات زي جيبوتي، زي بعض الدول الافريقيه. واكبر دليل على كده ان احنا فعلا هنتسلم رئاسه المجلس لمده 3 سنين قادمه. فعلا 3 سنين ده ممكن ان شاء الله يبقى في مشروعات كتير يعني وتتم على فترات. بالظبط كده، يعني يمكن ده بموافقه طبعا الدول المشاركه، فده لو دل على شيء بيدل على الدور اللي مصر عملته السنين اللي فاتت في الدول الافريقيه. أيوة. ان احنا نتسلم رئاسه المجلس لمده 3 سنين، ان المقر الدائم يبقى هنا في مصر. ان شاء الله يا رب، واللي جاي افضل، ومش بس احنا بنبص على 3 سنين، احنا بنبص على 30 سنه، وتفضل مصر دايما هي رائده القاره الافريقيه في كل المجالات. بشكر حضرتك شكرا جزيلا للاستاذ مصطفى الهواري الكاتب الصحفي المتخصص في الاسكان، ولسه مستمرين مع حضراتكم بس بعد الفاصل. طبعا من الملفات الهامه جدا اللي الدوله بتهتم بيها جدا الملف الطبي، ومن المنطلق ده وزير الصحه يتفقد مستشفيات اسيوط اليوم، يزور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان اليوم محافظه اسيوط برفقه اللواء عصام سعيد محافظ اسيوط لتفقد عدد من المستشفيات لمتابعه سير العمل والوقوف على العقبات او التحديات اللي بتواجه المنظومة الصحية. وطبعا من المقرر ان كان في خطة موضوعة عشان زيارة العديد من المباني للمستشفيات، مستشفى منفلوط النموذجي الجديد ومستشفى الإيمان العام ومستشفى أبو تيج والمركز الصحي بنزلة باقور والعديد من المباني الصحية. عشان نتعرف أكتر على الخبر ده معي على الهاتف الأستاذ أحمد جمعة الصحفي المتخصص بملف الصحة. أستاذ أحمد مساء الخير. مساء الخير يا استاذه ليا وحضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. ولو انا بتكلم على اهميه الزيارات الميدانيه لوزير الصحه للمحافظات المختلفه وخاصه اهالينا في الصعيد. بالطبع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان حريص منذ توليه وزاره الصحه والسكان في التعديل الوزاري الاخير على القيام واجراء جولات ميدانيه على العديد من المحافظات. كان خلال الفتره اللي فاتت يعني شهدت جولاته محافظه القاهره وجرى التوسع في هذه الجوله لتشمل العديد من المستشفيات في اقليم القاهره الكبرى سواء في محافظه القاهره او الجيزه. هذه الزيارات تستهدف بشكل اساسي المرور على المنشات الطبيه، معرفه نسب انتهاء من المشاريع التي تجرى في المستشفيات والوحدات الصحيه. الوزير اليوم في جوله ميدانيه على عدد من المنشات الطبيه بمحافظه اسيوط، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ اسيوط. الوزير بدا هذه الجوله بتفقد مشروع انشاء مستشفى منفلوط النموذجي الذي تبلغ تكلفه انشائه 266 مليون جنيه. اللافت ان الوزير يعني انتقد التاخير غير المبرر في انتهاء من المشروع، ووجه الشركات المنفذه باستلام المباني خلال 3 أشهر من الان. الوزير برضه في تصريحاته الاعلاميه على هامش الزياره قال انه بشكل اساسي يستهدف معرفة السلبيات في المنشآت الصحية والخدمة الصحية في المحافظات. هناك دعم غير محدود للفرق الطبية، هناك دعم غير محدود لتحسين الخدمة في الأقاليم المصرية، وبالتالي هو يريد الاطلاع على الأرض بشأن تقارير الأداء التي تجرى وتقارير الرقابة والمتابعة التي يستلمها بشكل دوري. هو يريد أن يعرف على الأرض كيف الحال في المنظومة الصحية. طب هل اختيار اسيوط ده يعني عشوائي انا ببدا اسيوط لان هي قلب الصعيد مثلا، ولا في شكاوى معينه اسيوط من المحافظات اللي هتدخل منظومه التامين الصحي فلازم نبتدي نظبط اللي فيها، او دي خطه موضوعه وكانت اسيوط هي اللي في البدايه؟ بالفعل يا فندم انها خطه موضوعه لاجراء عدد من الزيارات والجولات الميدانيه كان من بينها محافظه اسيوط طبقا لتقارير التي رفعها قطاع الرقابه والمتابعه في وزارة الصحة. هناك قطاع في وزارة الصحة اسمه قطاع الرقابة والمتابعة يستهدف بشكل أساسي المرور وإجراء جولات ميدانية لمعرفة القصور في أوجه تقديم الخدمة الطبية ويرفع تقاريره بشكل دوري
لوزير الصحة والسكان. كان من بين هذه التقارير عدد من التقارير التي تنتقد بعض السلبيات في المنظومة الصحية في محافظة أسيوط، زي ما مثل ما حدث في مستشفى منطلوط النموذجي من تأخر انتهاء من مشروع مشروع إنشاء المستشفى يعني خلال الفترة اللي فاتت. وبالتالي كانت أول زيارة الوزير اليوم لنا مستشفى منطلوط النموذجي لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية ومعدلات الإنجاز في المشروعات الصحية في هذه المحافظة. طب لو احنا بنتكلم على مشروعات، ودي ان شاء الله يعني سيادة الوزير مشكور ان هو طالب بالإسراع في العمليات دي او المباني، ولكن الى ان يتم الانتهاء منها، هل هيبقى في خدمات طبية متنقلة عشان اهالينا في الصعيد وخاصة مثلا في أسيوط يلاقوا الخدمات دي متوفرة دلوقتي؟ بالفعل الوزير يعني في تصريحاته قال لو في 30 مستشفى في أسيوط او 30 مستشفى وحده صحيه، هناك طبقا لموازنه وزاره الصحه هذا العام يتم العمل في مثلا 4 مشروعات، بجانب بخلاف هذا يتم تحسين والارتقاء بجوده الخدمات الصحيه في باقي المحافظات. قال ان المواطن في اي محافظه يستحق الحصول على خدمه صحيه لائقه طبقا لتوجيهات القياده السياسيه منذ توليها الحكم. هناك توجيهات مشدده لوزاره الصحه بارتقاء بمستوى وجوده الخدمات الصحيه في كافه المحافظات، تمهيدا لدخول جميع المحافظات ضمن مشروع او منظومه التامين الصحي الشامل، وهو المشروع القومي الرئيسي الذي اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف تقديم وتحسين جوده الخدمات الصحيه لكافه المصريين باختلاف توجه يعني باختلاف تواجدهم ومحافظاتهم والكلام ده كله يعني. ايوه اكيد. طيب برضه انا عايزه استفيد من مكالمه حضرتك بما انك متخصص في ملف الصحه، يعني خلاص العام الدراسي بدا لبعض المدارس وان شاء الله اول اكتوبر هيبتدي الباقي، واحنا كاولياء امور يعني ان شاء الله يكون عام سعيد علينا كلنا وعلى كل الطلبه والطالبات، وهل هيكون في اي تحذيرات من وزاره الصحه او نقول هيبقى في اجراءات احترازيه عشان لو احنا داخلين مثلا في فصل الشتاء التجمعات، حضرتك عارف بيكون في بعض الامراض اللي بتيجي من تجمعات الطلبه والطالبات. بالفعل طول الوقت وزاره الصحه وقطاع الطب الوقائي في وزاره الصحه يصدر ما يسمى بالبروتوكولات الوقائيه للعوده الى المدارس. هذه البروتوكولات تتضمن الاحتياطيات والاجراءات الاحترازيه التي يجب تنفيذها وخطه الاجراءات الوقائيه مع بدء العام الدراسي الجديد. هذه الخطه تستهدف بشكل اساسي خاصه ان احنا خلاص داخلين على فصل الشتاء، وفصل الشتاء بيكون فيه يعني انتشار شويه لبعض الفيروسات سواء الانفلونزا، سواء خاصة احنا في لسه متعايشين مع فيروس كورونا حتى الآن ولم ينتهي بشكل كامل يعني. فهذه الخطة تتضمن جميع عناصر العمليات التعليمية ولا تشمل طلاب وعاملين بالمدارس وكذلك داخل الفصول الدراسية والأدوات والتجهيزات ورفع الوعي الصحي لدى الطلاب. هذه الإجراءات طبعا بتستهدف مراعاة التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، و هناك ايضا بعض التحذيرات من التجمعات والكثافات الكبيره داخل المدارس وضروره اتباع الاجراءات الصحيه من خلال تناول الطعام والشراب وتجنب الاطعمه التي تشترى من الباعه الجائلين ومراعاه غسل الايدي جيدا خلال اليوم الدراسي. مجهودات طبعا واضحه من وزاره الصحه وان شاء الله يا رب يعني تتم كلها بنجاح شديد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ احمد جمعه الصحفي المتخصص بملف الصحه. دي كانت اخبارنا النهارده. فاصل سريع هيكون مع حضراتكم زميل عزيز عاطف كامل، وهتكون في استضافته دكتوره هناء حسن استاذ بكليه طب عين شمس وخبيره في شؤون المراه العربيه، وهيدور اللقاء حول تحليل الظواهر الاجتماعيه الغريبه على مجتمعاتنا الشرقيه. ولكن دلوقتي هنتوقف مع حضراتكم مع خبر يهمك. معاش تكافل وكرامة، معاش تكافل وكرامة دي حاجة مهمة جدا. الدولة في الفترة الأخيرة بدأت يعني فيه اهتمام كبير جدا بالأسر الفقيرة والأسر المعدمة والأسر اللي هي الأشخاص اللي هم محدودي الدخل. طبعا بخاصة وزارة التضامن الاجتماعي بتكرس كل مجهوداتها للاهتمام بهذه الأسر. مبادرة حياة كريمة، وهو زي مكتوب كده طاقة نور اتفتحت للقرى المحرومة أو اللي ما كانش فيها بتوفر فيها فرص للشباب للعمل. طبعا كل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه السبب الرئيسي في
في المبادرة دي ونجاحها. طبعا وفر فرص كتير للشباب، فرص عمل وعمل مشروعات اكتر من 14 مشروع في الكرة اللي زي دي. وزارة الداخلية قامت بتوفير الحقائب المدرسية للفقراء والاكثر احتياجا، ودي حاجة كويسة جدا نحب نشكر وزارة الداخلية عليها، وقامت من خلال مبادرة كلنا واحد.